بعد الفاصل. المكنه قدامي اهيت وحطيت فيها العجينه. بصوا بقى لو هتشتغلوا لوحدكم زي ما انا مزنوقه لوحدي كده وبشتغل دلوقتي، حطوا العجينه واضغطوها كويس واعملوا كام بسكويته، وكل شويه نضغط حبه ونعمل كام واحده. بصوا خلوا ايديكم تحتها قوي وما تمطوش البسكوته، خلوها تبقى مدملكه. ونقطع، خلوا البسكويتة تبقى مدملكة عشان هي لسه هتفرش، لما تفرش ما ترقش قوي. خلاص اتفقنا؟ وكل مرة نشيل الحتة دي ونحط ايدنا كده ونبدأ ايه، نمشي بالراحة. البسكويت ما بياخدش وقت خالص بتاع النشادر ده لو في ايدتين قصاد بعض بيشتغلوا فيه، عشان كده بنقول شغل العيد ده شغل تعاون. بس انا بقى عشان واقفة بعمل لوحدي، بس برضو عشان اثبت لكم ان حتى لو احنا لوحدنا نقدر نعمل ونقدر نشتغل بمكنة. بصوا جميلة ازاي. وبعدين المكنة اللي موجودة دلوقتي كمان وشوشها تركيبها اسهل من اللي كانت موجودة زمان، يعني تحسوها اسهل في الاستعمال شوية. بصوا انا بضغط ازاي، كل شوية اضغط. سحبة العجينة من هنا بتخلي طرف البسكوتة شكله حلو. افكركم انا عملت ايه كده وانا واقفة بقطع. انا عملت ايه؟ انا جبت نص كيلو دقيق وحطيت عليه ربع كيلو زبدة، وحطيت كوباية سكر ناقصة معلقتين، لو حد عايز يحطها كوباية كاملة يحطها، بس أنا بحبه سنة ما يكونش مسكر قوي، لأن السكر كتير بيخليه يفرش قوي. حطيت نص كيلو دقيق عليه ربع زبدة عليه كوباية سكر ناقصة معلقة، عليه معلقة كبيرة نشادر، وعليه معلقة كبيرة بيكنج باودر، وطبعا رشه فانيليا طالما في بيض، وبيضتين. هلف الصينيه ليا كده. انا ممكن اسرع برضو عن كده، بس انا حابه الشغل بقى وانا معاكم، فعايزه يعني اقعد اعمل معاكم بتأني. شفتوا بقى الفرق، ان احنا حطينا النشادر مع الدقيق ما دوبناهاش في حاجه، انا واقفه بشتغل وشامه ريحه جميله، شامه ريحه الزبده وريحه الفانيليا، مش شامه بقى ريحه النشادر اللي بتتدوب في اللبن، والموضوع بيبقى صعب جدا، يعني بتبقى الريحه صعبه. يعني البسكوت جميل ما كنتش بحب اكله زمان عشان الريحه، ابقى نفسي اكل منه وهش وخفيف، وكل ما اجي اكله افتكر الريحه اللي بتفوح من النشادر لما بندوبها في اللبن، فما اكلش منه. ففضلت بقى اجرب لحد لما وصلت للطريقه ديت. واللي خلاني اجرب ان انا مره اكلت بسكويت، يعني حد عزم عليا، بس دوقي بس دوقي ده حلو، بس للاسف كان شاريه من مكان، يعني ما كانش هو عامله، مكان بيبيع حاجات طعمها جميل جدا، فدقت قطمه منه حسيت فعلا انه حلو وما فيهوش طعم النشادر. رحت قعدت كده اقطم قطمه واحس بالمكونات بتاعته، ورحت مقرره اني انا هجربه، ورحت مألفة المقادير دي وعملته بيها. معرفش بقى المقادير دي مطابقة لمقادير حد تانية بيعمل بيها أو لأ، بس أنا ساعتها رحت عملتها وجربتها. وعايزة أقول لكم إن أنا لما جربت أول وحديتين سويتهم ولقيتهم طلعوا بنتيجة حلوة، كنت قد إيه سعيدة وفرحانة اني انا، وكانت ريحه البيت بقى مش عايزه اقول لكم مقلوبه ازاي جميله، ريحه الفانيليا حلوه جدا، ولما نفتح الفرن ما نلاقيش الصهد اللي بيجي على عينينا كده ريحته نشادر ويضايقنا، لا نلاقي ريحه حلوه طالعه، لان احنا لما بندوبها في لبن كمان بندخل سائل، فالسائل ده بيتبخر، فاول ما نيجي نفتح الفرن البخار بتاعه كله بقى يجي بالريحه علينا، يعني بدل ما نشم الريحه الجميله نشم ريحه النشادر. بس الناس البعيد بقى هم اللي يبقوا شامين الريحه الحلوه بتاعه الفانيليا وبتاعه الحاجات اللي محطوطه والزبده والحاجات اللي محطوطه فيه. طب انا بعمله عشان الناس تشم ريحته وانا اتضايق؟ يعني الموضوع ده كان مأزمني جدا، عايزه اقول لكم كان مأزمني قوي، وكنت اوقات كتير ما ارضاش اعمل بسكوت نشادر واولادي بيحبوه، بس لما عملته بقى بعد كده وبقيت اعمله لهم فرحوا جدا وبقوا مبسوطين. كمان البسكوت ده ما بيفرش قوي، ما بحطوش بعيد قوي عن بعضه، لانه يعني بحطه بعيد بقدر معين، هو ما بيفرش قوي لان هو ما فيهوش بينفش على فوق، ما فيهوش بتاع ده، ما فيهوش سكر كتير.
وبيبقى بقى خفيف ما يجزعش النفس لما الواحد ياكله مش حاجه مليانه سكر. هو مشكلته الوحيده بس ان بياخد صواني كتير. بصوا ببطء كده وبعمل حاجة العيد كلها بهجة وسعادة بصراحة. راح بيبقى بيعملها وهو فرحان. عارفين بقى تيجوا يوم الوقفة بالليل وتبدأوا بقى تقرروا انتوا هتعملوا كم طبق، هتفرقوهم وهتعملوهم ازاي. قبل العيد كده هاتوا اي حاجة، شرايط ستان، شرايط لف هدايا، السلوفان نحطه مثلا ونحط عليه الكحك والحاجات ديت بحيث يدي منظر. دي بصوا عشان انا بقالي فتره ما ضغطتش بدات تخرج معايا مش مظبطه. طالما هشتغل لوحدي عايزه افضل كل شويه اضغط. وفي الاول بقى اول كام واحده بيطلعوا دايما معوجين. انا مش هكدب عليكم، انا في الفاصل قعدت اجرب بتاع 3 4 لحد ما ظبطت ايدي، علشان قدامكم بقى ابان ان انا بعمله كله مظبوط. كلنا بنعمل كده، كل واحد يحاول يظبط الحاجه مع نفسه عشان لما يجي يعملها قدام حد تبقى باينه ايه مظبطه واخر جميل. انا طبعا قدامكم ما حبيتش اعمل العيار كبير عشان لو في حد كمان صغير لسه بيتعلم. ده نص عيار اللي انا عملته، اللي هو نص كيلو الدقيق والكوبايه اللي ناقصه معلقتين سكر والبيضتين ومعلقه النشادر ومعلقه البيكنج باودر وربع كيلو الزبده. لو المقدار كامل على بعض هيبقى كيلو دقيق ونص كيلو زبده وهيبقى كوبايه وثلاث ارباع سكر، عشان كده انا شلت معلقه سكر من الكوبايه، وهيبقى 4 بيضات وهيبقى معلقتين كبار نشادر وهيبقى باكو بيكنج باودر. قد ايه الواحد مستمتع وحركة المكنة قد ايه بتمتع الواحد. عايزه يتضغط حبه، هي لازم نفضل نضغط. شفتوا هي ليها تكنيك كده معين في استخدامها، يعني لو عرفناه خلاص بتظبط معانا. بصوا بقى على طول راحت مجريه ازاي اول ما ضغطتها واتملت. يعني احنا لو عايزين نعمل طبق حلو اول يوم العيد، بصوا نص الكيلو عمل قد ايه، يعني ده نص كيلو دقيق وزودته معلقتين دقيق لما لقيته بيلزق معايا شويه، اللي زودتهم قدامكم قبل ما اطلع الفاصل. عارفين الحبه اللي في المكنه دولت ممكن يعملوا صينيه تاني زي دي، يعني نص كيلو دقيق ما شاء الله برضو عمل كميه حلوه. لو حد اول مره يعمله او عاوز يجرب، او احنا ليه نكلف نفسنا ونعمل برضو كتير، ما احنا ممكن نعمل يا دوب كميات على قدنا، على قد اول يوم العيد وعندنا جاره او صاحبه عايزين نديها طبق او جارتين، يا دوبك كده ونقسم الحاجه وكلنا ناكل اول يوم العيد ونتبسط ونفرح. بصوا يعني ادي نص كيلو الدقيق عمل لنا حبه حلوين ازاي. انا بقى دلوقتي عايزه ادخلهم الفرن، هسيبكم واطلع فاصل صغير، استنوني علشان انا مستنياكم عشان نعمل البيتي فور مع بعض.